مساء الخير لبنان مطلوب بمذكره بحث وتحر فعلى كامل اراضيه الحره المستقله مداهمات وفوضى واشكالات ورصاص يعلو فوق صفيحه البنزين واسرار عن سابق تخزين هو البلد المطارد المشبوه الذي يقضي يومه بين المواد المشتعله يسهر على محطات البنزين كالسهر على الدستور يطلع من تحت أرضه عفاريت الاحتكار وشياطينها يلقى القبض على البضائع المخزنة ويفر الجاني محميا سالما معافى ومن كنوز الذهب الأسود ما كشف في البلوك رقم عشرة لمحطات الصقر في زحل حيث استقرت التسعيرة القضائية على إصدار مذكرة إحضار بحق إبراهيم الصقر لكن الرجل كان قد توارى عن الأنظار وحضر ناسكا أمام الفيسبوك قائلا في النار دخلنا وسنخرج منها كالذهب وذهب الصقر ليترات القوات السياسية لكن حاله من حال المحتكرين الآخرين الذين سرت أسماؤهم كالنار في الهشيم ولم يجر توقيفهم لدواع حزبية سياسية تعطي الحصانة لمرتكبي جرائم ضد الإنسانية فتصبح الأحزاب والقوى السياسية شريكا في قتل الناس اما الشركاء الفعليون فهم قوى امنيه نامت طويلا ثم استفاقت على مشهد مبكن وبدات الغرفه من تحت الارض ومن فوقها من دون ان تصل المواد المصادره الى المواطنين جميعهم امراض مسرطنه تاخذ اشكالا متعدده وبينها سباق القوى الامنيه والعسكر على منابع البترول ومن حرب الصهريج الى الصهر حيث نفى رئيس التيار جبران باسيل اي تدخل او تفاوض او رغبه لديه في الخوض في المسار الحكومي سوى تسهيله سياسيا واعلاميا التاليف. ونفيه هذا طاول تحديدا الثلث المعطل ووزارتي الخارجيه والشؤون. وفي هذا التوضيح صلب الحقيقه لان تدخلات باسيل تشمل كل الوزارات لا وزاره بعينها. وعلى واقع حكومي مستجد أرجأ الرئيس المكلف نجيب ميقاتي الزيارة الثالثة عشرة إلى بعبدة، لكن مصادر متابعة للتأليف قالت للجديد إنه سيتوجه الخميس ليقدم على الأرجح تشكيلة كاملة تراعي متطلبات فريق العهد الوزارية باستثناء الثلث المعطل. هي إيجابية فتحت أبواب طاقة وقد يبنى عليها بعض الآمال ما لم تصطدم مجدداً برغبات القصر الجامحة نحو التعطيل. وفي خميس الزيارة التي يصاحبها الرقم التشاؤمي فإن ميقاتي يكون قد طبق شهره الأول في التكليف ووعد الحر دين وعلى توقيت السباق الحكومي ضربت القاضية غاد عون مرة جديدة بقرار منفرد وأصدرت بلاغ بحث وتحر في حق حاكم مصر في لبنان رياض سلامي الذي أثبت حضوره آخر مرة في قصر بعبدة في اجتماع الدعم وعون التي كفت يدها عن الملف بقرار من المدعي العام التمييزي افادت الجديد بان القاضي عويدات لا يستطيع كف يدي لانه ليس الحاكم بامره فانا معين بمرسوم وهذا النزاع تسبب بفوضى في التبليغ ولم يعرف بعد ما اذا كانت الاشاره ستطبق لدى القوى الامنيه المعنيه اما حاكم المركزي فقالت مصادره للجديد ان شحن الدولارات لا يعني انها خرجت من النظام المصرفي وفي واقع الامر فان المصارف شحنت الدولارات لايداعها لدى المصارف المراسله وهذا يتم عاده من اجل تمويل الاستيراد الى لبنان او من اجل تامين متطلبات عملهم المصرفي علما انه وخلال فتره التحقيق فان كميه الدولارات التي دخلت تفوق تلك التي خرجت ولبنان بحسب القوانين هو سوق حره وقوانينه لم تتغير ولم يصدر اي قانون للكابيتال كنترول والمساله بالنسبه الى المركزي ليست شحن دولارات فهذه مجرد ذريعه حيث لا تملك القاضي عون الادوات ولا المعرفه التقنيه للتحقيق في الملف فضلا عن انه لا يمكنها الدخول الى حسابات المصارف ومرافعه المركزي تبعا لمصادره يقابلها اخفاء ادله وغموض حيال الداتا التي قبضت عليها القاضي عون في شركة مكتف فقاضية جبل لبنان التي تقول أنها لا تعمل سياسيا ضربت في العمق السياسي ولم تقدم الدليل لتبني على مذكرة البحث والتحري مقتضاها